عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، وفي آية أخرى يقول: وكان الإنسان عجولا. الإنسان بطبيعته عجول، عجول في حكم على الآخرين، عجول في حكم على المستقبل، عجول في طلب رزقه، عجول في كل شيء. إذا كبرت ستدرك يوم من الأيام إن الله من عليك بأن ما حقق لك كل أمانيك. يقول العرب بالمثال يتضح المقال. هذه قصة الولد شاب أول مرة يعمل في التجارة وأول مرة يركب سفينة أيضا. هذه كانت رايحة في رحلة تجارية وكانت محملة بالتجار وبضائعهم معهم. طبعا التجار كلهم يعرفون بعض إلا هالولد هذا جديد عليهم أول مرة يشوفونه ومحمل بضائع واجد. التجار عادة يجي بينهم حسد مثلهم مثل غيرهم. الشاهد في الأمر عينهم عليه وعلى تجارته ويراقبونه ويتزلبون يمين ويسار. عبارة السفينة ومشت، ويوم جت في وسط البحر وتجي هاك العاصفة اللي شالت السفينة الشيل. قام يصيح عليهم ربان السفينة القبطان، يصيح عليهم: خففوا من السفينة، خففوا من السفينة، ارموا من حمولكم، ارموا من حمولكم. قال له القبطان: عندنا بضاعة فلان نبي نرميها. قال: لا، مو على كيفكم، ارموا بضاعكم انتم وارمي بضاعتي. قالوا: لا. قال: طيب بالنص. قالوا: لا. اخذ الولد وقطه في البحر. يسبح منا ومنا، قاوم لقاله يبدو جزيرة ونصاها، ووصل للجزيرة. بعد تعب وارهاق ورمى نفسه على شاطئها ما يدري عن عمره، وراحت السفينة. ومن فاق دور شيء، دور جيعان الرجال، لا بماء ولا باكل ولا بشيء. قام يدور منا ومنا لعله يلقى له شيء. طبعا دور منا ومنا ولقى له يبدو بيض الطيور، لقى له شغلات أكل منها الرجال وبنى له بويت على طول. ما عنده لعب، جاب له خشب وجاب له ورق وجاب له مدري ايش، واشتغل يخاف من المطر ويخاف من الهواء، وبدا يزين في بيته. جاء اليوم الثاني صايد السمكه، ما ادري شنو صايد، جاب يطبخ في البيت اللي هو مسويه. لا والله مشبت النار فيه واحترق بيته المساكين. والله يوم جلس يصيح ويندب حظه يقول: يا رب انا وش سويت؟ يا رب راحت علي دراهم، يا رب نقطوني في البحر، يا رب انا ضايع، يا رب بيتي احترق. رقد حول بيته، ويوم أصبح لا والله على صوت هاك السفينة اللي واقفتني قباله: لا إله إلا الله، وش جايبكم أنتم؟ والله حنا مارينا البارح في الليل وشفنا نار تشتب، وعرفنا إن فيه واحد إن فيها الجزيرة، والجزيرة دي نعرفها ما يسكنها أحد، كنا نبي نشوفه لعلنا ننقذه. لا إله إلا الله، جت خير نشتب بيته. فرح الرجال وسجد سجود شكر وقام يصيح وشالهم عن في السفينة. قال: يا الربع والله صار لي قصة. قال: وش قصتك؟ علمهم بالسالفة. يوم علمهم سالفته قالوا لها: ترى السفينة ذيك قالي. قال: واعترضها قراصنة وقتلوا كل التجار اللي فيها، ما نجلنت. يوم قام يصيح وسجد سجود شكر مرة ثانية، قال: يا رب اثر خيرت لي يوم انهم قطوني في البحر. من هذه القصة نستفيد الآتي: لا تحكم على المستقبل بناء على الأحداث اللي تمر فيها اليوم. أغلب المشاكل والمصائب اللي تتعرض لها هي تدلك على الطريق الصحيح، بس فتح عيونك زين. سلام عليكم.